السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب يا جماعة الخير، متنسناش في دعوة حلوة. أشكركم جميعا على دعواتكم وكلامكم اللي زي العسل اللي كتبتهولي من خلال فيديو مبارح. انا بص والله شفت التعليقات كلها، بس للامانه بعتذر لكم ما قدرتش ارد على اي فيديو. ان شاء الله هرد عليها النهارده بمشيئه الرحمن على بعض الكومنتات. النهارده طلعنا نطمن كده على تشورنا، بس مش هطول معاكم الفيديو لان انا ما قدرتش اطلع الصبح. البنات اللي طلعوا الصبح، الساعه دلوقتي الساعه 4، خلاص العصر على اذان. قلت اطلع اطمنكم على طيوري وحاجتي وهفصل معاكم على طول عشان نروق السطح كده ونظبطه. طبعا الروميه بتاعتنا لسه البطين، وده كده ممكن يكون مدفى البيضه. بصوا لسه البيض تحتها، ده كده ممكن يكون مدفى البيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتم ومطفي البيض اهو، ده كده للاسف مات. بص البيضه من جوه بتبقى عامله ازاي، سبحان الله. هو فين البق؟ طيب يعني كان ينقر منين؟ اهو للاسف ده مات في البيضه، كتم ومطفي البيضة كده. ده خلاص العوض على الله، الحمد لله ان هي جت لعبت كده. بصوا بتكشف، انا بقى هشوف البطين اللي تحتها دول وهرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كتكوت الرومي اللي في البيضة دي تعايش، هنسيب البيضة زي ما هي. اما البيضة دي بقى الكتكوت اللي فيها ميت، مفيش حركة خالص. ده ميت في البيضة، بس مش عارفة بقى هو مات ليه، مش عارفة. لأن هو كان المفروض يخرج مع باقي الكتاكيت، بس برضه مكتمل يعني، مش برضه مش عارفة السبب فين برضه. بس سبحان الله، بس يلا الحمد لله ان هي جت على قد كده. هو دول كده ميتين. بصوا ده اللي بيتحرك جوه، هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصوا هبل بس صوابع ميه كده، تنسمك ميه بس كده عليها. انا كنت ناويه اشيل الطوب واشيل كل ده النهارده وانضف السلاكه واخلي الفراخ بتاعتي الصغيره مع الروم الصغير هما بس اللي في قلب السلاكه هنا. بس للاسف لسه في بيضه كده يا روح، ما ينفعش ان انا اشيل ولا اعمل حاجه. انا شال ابوي بالطين بيضه احطها لدول، نضف بس ايه الارضيه هنا كده، شال قالهم بيضه واللي فوق بيضه. هفرك البيضه كده على العلف وانضف الدنيا هنا كده وارجع لكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص انا على قد ما اقدر نضفت كده حاجات بسيطه، فرقت لهم البيضه المسلوقه على العلف، علف ناعم سوبر 23% مع بيضه، والميه حطيت لهم فيها كالسيوم هو اللي موجود. بص انا ماسكه لكم الكتكوت دوت، بصوا ده الكتكوت دوت من تهجين الكتكوت الرزي. بصوا شوفوا يعني سبحان الله متكحله عامله ازاي، من تهجين الكتكوت الرزي مع البلدي بتاعنا. شايفين ما شاء الله الانتاج، بصوا مديلي الوان جميله في غايه الجمال كده وتحفه ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين ربنا يبارك لنا فيهم ويرزقنا منهم رزق حلال كده. بسم الله ما شاء الله،
بص انا بحاول ان انا ايه اخليها تيجي كده تقعد على البيضة، بس هما كده لما يبقوا هنا لوحدهم هي هتيجي بقى على البيضة. اهو ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ان الدنيا تمام اهي ان شاء الله على بكره كده هتخرج لنا البيضه ديت، الله اعلم امتى. بص انا هسيبها عشان تروح ترقد كده على البيضه، طمنا عليهم الدنيا تمام هنا اهي. نفتح ونطمن على اللي فوق بقى، الواحد زعلان جدا من امبارح عليهم، بس الحمد لله الدنيا تمام هنا. بس طبعا برضو البنات حاطين لهم علف هنا، هشيل انا العلف دوت وسلقلهم برضو بيضة كده، هحط لهم على العلف واغير المية وانضف لهم السلاكة وارجع لكم بمشية الرحمن. بس كده على قد ما اقدر نضفت كده على قد ما اقدر بسيط زي ما انتوا شايفين كده. بصوا من هنا بفرق بس ايه واحدة بيضة ليهم على شوية علف احطهم لهم. انا دلقت العلف اللي كان هنا للطيور عشان البنات كانوا حاطين الصبح كده من غير بيض، فقلت لا احط لهم ده بيض احسن. وحطيت لهم كالسيوم في الميه برضه، الكتاكيت اللي تحت حطيت لها كالسيوم في الميه. تمام يلا نسلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده دولهم ان شاء الله اللهم بارك. مش هطول برضه الروتين معاكم عشان بس العصر على اذان عشان الفيديو يلحق يتحمل ليكم ويلحق ينزل لكم روتين النهارده. اه ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس اطمن اشوف الروميه راحت رقدت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه ترد على البيضه، انا اجيب عيالها بقى هنا عند البيضه عشان ترد عليها. ايوه كده. بص هما لما يجوا هنا هي بص غصب عنها هتيجي وهترقد هنا مكانها. بس ايوه تطلعيش بره بقى. بص انا قبل ما انزل تحت برضه هفتح عليها مره تانية كده، لو لقيتها ما رقدتش عليها على البيضه هاخدها احطها تحت حمامه، لان انا ما عنديش حاجه راقده غير الحمائم عشان البيضة دي خسارة. البيضة اللي فاضلة تحتها بيضة رومية. بس كده دول تمام، ربنا يبارك لنا فيهم كده يعدي الأيام دي على خير. بصوا امبارح بقى طبعا انتوا ما طمنتوش ولا على سمان ولا على حمام، وطبعا مشتاقين لجمع البيض. النهاردة هخليكم تطمنوا بصوا العشاش عاملة ازاي. بس البنات بقى طبعا دول حاطين لهم علف، انا مش هحط حاجة، بس هنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف نلم البيض ما شاء الله، ما شاء الله بيضتين اهو، ما شاء الله بيضه اهي وبيضه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هجيب لهم رمله بمشيئه الرحمن، عند والدتي رمله نظيفه هجيب من عندها حبه كده عشان لان البيض بصوا بلاقيه عامل ازاي في كسر كده قليل قوي. لما بلاقي بيضه للسمان سليمه اهو السمان بتاعنا اهو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم بارك. الجو برضو حر جدا، بنات مغير لهم الميه. هكنس لهم برضو العيش النهارده بمشيئه الرحمن، بس يكونوا لموا ايه العلف اللي في الارضيه. هنا هجيب بلاستيكيه بس نلم فيها البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الحاجة مفرهدة ازاي من الحر، الأرانب مفرهدة خالص من الحر، حاطط رجلي فيها بالمية بيصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. في الجردة لا الجردة مفهوش حاجة. جيب دول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في كام بيضة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. بسم الله الراحة كده على البيض لحسن هما بطلع عليه سليم ومحدش بيكسره الا انا. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. كان في فرخة بتبيض عندنا هنا، نشوفها كده. لا احنا ملحقناهاش، القطة زارتها الأول، القطة طلعت قبلنا. يلا رزقها، تعالي نشوف عشان برضو ايه الفراخ كانت بتخش تبيض جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. في بيضة هنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. مفيش حاجة تاني، مفيش أرنبة ولد ولا حاجة لسه. بسم الله الرحمن الرحيم، دينا جمعنا البيض معاكم عشان عارفة ان انتم مشتاقين للحاجات الحلوة ديت. معلش اعذرونا اعذرونا، ان شاء الله من فوق كده رتشرنا من فوق لحاجتنا. حط البيض هنا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى ايه، عايزين تطمنوا طبعا على الحمام. تعالوا نسمي بالله، برضو البنات كانوا لسه نازلين من عنده، حاطين له ميه واكل. فانا يعني رأفة بيه لقيت اكل كان بيها، ما لقيتش احط له حبه وخلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الجوز ده كده ذكر وانتهى اهو، البيضين البطين في قلب الازاز. بسم الله ما شاء الله. ده الزغلوله، بصوا الزغلوله الصغير ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بس الدنيا برضه مكركبه والاجواء مش عجباني. طب وانت راقد على بيض يعني ولا ايه؟ بيض ايه ده؟ ده في بيض بس، بس مكسوره. شايفين البيضة مكسورة طبعا، مفيش قش ولا في حاجة، مفيش قش كده والدنيا بايظة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله. انت خايف تنزل ليه؟ ان شاء الله كبير يعني وزي الفل، بس خايف. بس بصوا بصوا العيش، بصوا الصفايح عاملة ازاي، بصوا الصفايح عايزة تتنضف. ده اعمله، بس انا قلت اصور معاكم الاول عشان استغل وقت والفيديو يلحق يحمل يعني ليكم. بسم الله، وعايزينها نفحص البيضه النهارده ان شاء الله بتاعه البطايه. بس انتوا مش معقول ما خرجتوش، انت ما خرجتيش لحد الان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، البيضة دي تقريبا بايظة، البيضة دي لونها كده مش عاجبني، شوفها بالكشاف كده وارجع لكم. بس هو باين على لونها، شوفها بالكشاف وارجع لكم. بصوا البيضة دي بايظة، دي مش هينفع كده. دول بسم الله ما شاء الله برضه بطين ورقدين اهو، دي رقدة على بيضة وبيضة من بيضة البط. بس دي بايظة كده هنشيلها، ودي مكسورة ملهاش لازمة. ببص الأرض متدهولة كده ذرة وبتاع، مش هحط أكل لأن أنا عايزة أنضف العيش، سيبهم يلموا كل الذرة والحاجة اللي هنا. ربنا طمناكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله. انا طبعا الوز ده امبارح ما خلصت معاكم العشة، كانت مترنخة مية، جاليش قلب ان انا بيتهم فيها، رحت فتحت العشة اللي جوه ديت وبيت الرومي الصغير والوز فيها، هي ضيقة عليهم انا عارفة. بس شايفين انت داخل معاهم بتعمل ايه؟ يا نهار ابيض، ضيقه عليهم مش هتنفع. انا هحاول بقدر الامكان ان احنا نظبط عشه كبيره للوز بتاعنا دوت وللرميتين. هما الرميتين يا جماعه، واحده اختي كده عزيزه عليا
كلمتني تقريبا اول امبارح عليهم، بس انا لما طلعت والله امبارح انا كنت هدوم، بس لا انا لقيت حاجتي ضعفانه، حاجتي زي ما انتم شايفين كده، ف هكلمها ارد عليها. كانت هي تاخدهم صراحه يعني، قالت لي خلاص يا ام نور انا هاخد الاثنين، ده كرونتين الاثنين. قلت لها خلاص ماشي، بس لما طلعت لقيتهم كده قلت هتقلهم شويه وبعدين ابقى ارن عليها واقول لها تيجي تاخدها، وهرد عليها برضو النهارده هعرفها اقول لها سيبهم اسبوع ولا حاجه وبعدين هديهم لها. كده اطمنا معانا ومعاهم كده على تشورنا وحاجاتنا. طبعا تعالوا نخش نشوف، بص البيضه اللي هي كانت بايظه دي، عندي انا شو ان انا اي حاجه كده بايظه احب برضه اتاكد اشوف ان انا فحصت صح ولا لا واكسرها، ولازم اشوف فعلا. بصوا الكتكوت، شايفين الزغلول؟ سبحان الله، بصوا سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الخالق. شايفين يا جماعه؟ سبحان الله. بصوا دي وكل حاجه متخلعه فيه، بصوا دراعاته وجناحاته ورجليه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الخالق. بس ميت، لكن البيضه لو كانت قعدت تحتين سنه ما كانش هيخرج ولا كان هيبقى اي حاجه، كانت هتبوظ بس تفضل بايظه تحتها كده. لازم نفحص الحاجة بتاعتنا ونشوفها. تعالى نسمي بالله، صلى على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا دول لسه ما عملتش، ما حجزتش على البيض ولا جبت قش. ياه، ودي بيضة مكسورة، امبارح كانوا 5 بيضات، بيضة البيضة بتاع النهاردة وزي ما انتوا شايفين كده اتكسرت، فلازم ضروري النهارده بقى نجيب القش ونحجز بالطوب ان شاء الله في الروتين. بص العصر كده بيأذن، بصوا حبايب قلبي كده العصر زي ما انتوا سامعينه كده، فمش هينفع ان انا اتكلم معاكم عشان الاذان، وانا طمنتكم على طيوري، انضف سطحي وحاجتي كده، وان شاء الله هنبقى معاكم بروتين جميل وروتين قوي كده باذن الله من بكره. فانتظروني بكره في فيديو جديد وروتين جديد مع احلى متابعين واحلى اخوات. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب كلكم يجي على سطحكم بالعمار والرزق ويديكم الصحه والعافيه، اللهم امين. بشكر اي حد دخل دعالي دعوه حلوه كده من قلبه، بشكركم جميعا. يلا انتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد، مع السلامة.